تراجع في معدل المواليد وانخفاض في نسبة الزواج بحسب آخر الإحصائيات في الجزائر ظاهرة ولدت فكرة تعد الأولى من نوعها بولاية مسيلة باجتماع أئمة دائرة مجدل رفقة أعيان المنطقة والمجتمع المدني من أجل تيسير باب الزواج وتخفيف تكاليفه للشباب. جاءت هذه المرة الفكرة أنهم يجتمعوا كامل مع بعض يديروا نقاش ويطرحوا بيان يكون شامل وفيه النقاط يتشاوروا عليها ويتفاهموا عليها، وكان تشاور مع مواطنين ومع كبار ومع شباب، وصدر هذا البيان من سادتنا الأئمة في اجتماعهم كامل مع بعض وطرحوه بالشكل هذا. هو وراه الشكل الجماعي اللي نظن يكون الصدى نتاعو والفاعلية نتاعو أكثر. بعد أيام من النقاش والتشاور حول العديد من النقاط بغية تيسير الزواج في وسط الشباب وخفض الكثير من التكاليف التي أتعبت كاهل شباب المنطقة، اجتماعات خلصت ببيان نشر ووزع بين أبناء المنطقة يخفف المهور وتكاليف الزواج. شهد الأئمة ركزوا على ثلاث نقاط مهمة، اللي هي النقطة الأولى قضية المهور، النقطة الأولى قضية المهر، اللي خرجنا بقرار أن هذا المهر لا يتجاوز 10 ملايين على مستوى هذه الدائرة. كذلك النقطة الثانية اللي رانا ركزنا عليها في اجتماعنا هي الاقتصار على خاتم واحد بدل من خاتمين أو ثلاثة. كذلك الشيء اللي راه مهم وكذلك ركزنا عليه هي التكاليف العروسة، الأثاث اللي يعني الزوجة تأخذ هذا الأثاث من بيت الأب تاعها أثاث باهر، كذلك قلنا العروسة تأخذ جهازها الخاص بها فقط. كشاءت الأقدار أن تجتمع الكلم وتتبلور في وثيقة موحدة لعلها الأولى من نوعها في هذه الولاية وبالأخص في هذه الدائرة، لتكون إن شاء الله تبارك وتعالى نموذجا يقتدى به في بقية الدوائر أو بقية الولايات. تخفيف المهور وتخفيض تكاليف الزواج مبادرة أطلقها أئمة دائرة مجدل عرفت استحسان سكان المنطقة وفرصة لشباب اليوم لإطلاق عينان الفرحة مجددا لدخول القفص الذهبي وتطليق العزوبية.